نبعث لكم كل التحية الطيبة ونقول لكم صحة رمضانكم. إن شاء الله ربي يعطينا الصبر، لازم نشدوا حالنا وديارنا باش نحمي بلادنا وولادنا ووالدينا في هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله يا ربي يزيد يكبر العزيمة تاعنا، ونعرفوا شحال الشعب الجزائري قدها وقدود. إن شاء الله نتغلبوا على الكورونا الكوفيد 19، ما بقاش قد اللي فات، نصبروا وبإذن الله ننالوا. تحيا الجزائر، ربي يحفظكم. ريم غزالي.